ايه رايكم بقى جميل، حواوشي تحفة في الرغيف الحواوشي ده؟ تحفة، ايه رايك يا سومه؟ عسل 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 بألف صحة وسلام. انا والشيف حلوين. ايه رايكم؟ بألف هنا وصحة عليكم يا حبايبي، ألف صحة يا رب. اللي مش هيجرب الطريقة دي خسران. لا جميل. ايه؟ حواوشي. العيال طالبين حواوشي، انا بقول لكم ايه يوم الخبيز العالمي النهارده. احلى يوم النهارده بالنسبه لي، انا بحب المعجنات. ماشي، كل واحد طالب طلب فياكله بالف هنا، اللي عايز حاجه ياكل. هكمل معاك، هكمل النخل كده وكده. حابب نخلت الشوات دي اللي هنعمل بيهم عيش الحواوشي، ونزلت عليهم بشبيزه ملح، ماشي، بيكنج كيس، بيكنج باودر، ماشي. وهنا الخميره هنزل عليها بشويه سكر اهي، هنزل عليها بشويه سكر كده تتفاعل، وبعد كده هنزل عليهم بقى على الدقيق. وعلى نفس الصينيه يا حبايبي نخلت شويه دقيق عشان اعمل رغيفين عيش شامي او حواوشي. ومعايا باكو خميره نزلت عليه بشويه سكر، ماشي، ونزلت بكيس بيكنج باودر على شويه الدقيق ده عشان تبقى ايه نفخة وحلوة كده، وبذرة ملح. هنعجنهم ماشي، وهبة معاكم بقى هنقلب دول. نزلت بالخميرة ومعايا كوباية لبن، ومسحة الزيت همسح بقى في آخر العجينة كده مسحة الزيت كده. يا حبيبي نزلت بالدقيق، الخميرة قصدي، هنزل بكوباية اللبن، مظبوط كده، ماشيين كده واحدة واحدة اهو عشان يبقوا ورا بعض في الصورة. وهنزل بقانون معلقتين زيت، ماشي، هلفوها، لمهم برضو على الصينية، و الصينيه تخليني اخد راحتي. هننزل هلم كده من على الصينيه، وبعد كده هبقى معاكم، ماشي كده، هلمهم كده اهو برضو كده. كمل عجيني بميه دافيه عشان برضو الخميره تتفاعل معايا بسرعه، الميه الدافيه بتخلي الخميره تتفاعل. هلمهم برضو حبايبي كده وارجع وياكم نكمل بقى ايه عجينة كده. حبايبي لميتها ايه، معلقه زيت بقى هلمها بيها، معلقه زيت واحد، ماشي، هي كده ما شاء الله عليها، ان شاء الله هيبقى احسن شويه عيش، او هعملهم حواوشي زي ما تيجي يعني، ماشي. انتوا معايا برضو ان شاء الله، هنشوف هنمشيهم عيش شامي ولا اعملهم ايه لولاد شويه حواوشي عشان هم نفسهم في الحواوشي. تابع اللي هيبقى معايا بقى بقيه الفيديو، بقيه الفيديو هيبقى معايا ايه حبايبي كده. يا حبايبي لميتها اهي، هسيبها تخمر بقى، ماشي، ايدي نطفت خالص اهي، اول ما تلاقي ايدك نطفت كده وهي ثبت من المكان اللي بتتعجن فيه هتبقى بسم الله ما شاء الله عليه زي العسل اهي. شيلها تخمر بقى وكلفتها. وبعد هنا يا حبايبي هنجهز حشوه الحواوشي، اللحمه يعني بتاعتنا، ماشي. معايا هنا كيلو لحمه او كيلو ونص لحمه، ماشي، هنزل عليه بصل وشطه فرماهم،
ومعايا طماطم ماشي، معايا طماطم مقطعه قطع اهي، ومعايا يا حبايبي توابل حواوشي من عند العطار، هنزل بمعلقه معلقه كبيره كده متوابل الحواوشي دي ماشي، وهنزل بفلفل اسمر وكمون والملح بتاعنا ماشي، ونعجنهم بقى مع بعض كده نلمهم ويا بعض. وفي فلفل اخضر بس لسه هو جاي، هقطع عليها فلفل اخضر كمان وهلمها ويا بعضها بقى كده يا حبايبي. هنضيف عليها لسه الفلفل الاخضر وهبقطع لها كده ايه حزمه كزبره او بقدونس. عجنت الحواوشي يا حبايبي اهي اللي عجنتها معاكم ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها، جميله 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 بجد زي الفل. تعملوا تاني قرصه؟ اه هنعملها هنقطعها وهنجهز، هوريكم برده الحشو اللي احنا بقى مجهزاه معاكم الحشو، هتشوفوا كل حاجه برده يا حبايبي كده في الفيديو. هنقطعها بس كده الاول كده، التقطيع بتاعت الرغيف يا حبيبه اهي اهي ما شاء الله عليها جميل كده. هنقطعهم برضو وهنشوفهم معانا. اهو حطينا عليها الحشوه بتاعتها ومبططه الثانيه اهي، هنزل عليها ايه نقفلها ماشي، ماشي كده يا حبايبي بنلفها كده اهي، تقفلي رغيفك بقى. ايه الجمال ده؟ بألف هنا وصحة وعافية كده يا حبايبي. كده يا حبايبي بطحتهم ونزلت عليهم بالحشو بتاعهم، وبنزل عليهم بجبنه مع الحشو اهي. اهي ما شاء الله عليه، ايه رايكم يا حبايبي كده؟ زي الفل جميل. وايه رايكم في البدل بتاعي؟ تحفة. بسم الله ما شاء الله، احلى حواوشي ده ولا ايه؟ ايه رايكم يا حبايبي كده؟ عسل عسل ما شاء الله. تسلمي لي يا سارة، تسلمي لي يا حبيبتي. بارك فيك يا سارة. بسم الله ما شاء الله. احلى حواوشي بقى ده ولا ايه؟ حواوشي وافل. بسم الله الله اكبر، احلى حواوشي من ايد سمسمه يا اولاد وايد ام احمد يا اولاد. ايه رايكم بقى؟ زي الفل جميل. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه رايكم يا غاليين؟ هستنى الكومنتات الجميله بتاعتكم اللي بتفرحنا وبتفرح قلبي.
ايه رايكم؟ وجربنا الرغيف الجميل الصغنن العسل ده، عسل. ايه رايك يا ساره؟ جميل يا طارق. جميل. تسلم ايدك يا بابا، ما شاء الله عليك. تسلم ايدك يا بابا. ايه رايكم بقى؟ جميل. حواوشي تحفه. الرغيف الحواوشي ده تحفه. ايه رايك يا سومه؟ عسل عسل عسل. بألف صحة وهني يا اختي سلام والشيف. ودي احنا هنا في شقة شيف سارة. شيف سارة دي أكل بيتي. ربنا يصلح حالك يا حبيبتي، يوسع عليكي وتستاهلي الخير كله. جايبين هنا فيديو الحواوشي، يا رب يكون نال إعجابكم، بألف ألف ألف هنا وصحة على قلوبكم مع أحلى إخوات في الدنيا. وأتمنى الاشتراك والدعم في القناة يا حبيبي. إلى اللقاء.